أنا بكتب لك أهو زي ما طلبت مني، وهروح زي كل مرة أرمي الجواب تحت مكتبك عشان تقرأ. أنا زعلانة منك عشان المرة دي حاسة أنك ممكن ما تبقاش موجودة عشان تقرأ. كلهم بيقولوا أنك مت، بس أنا عارفة أن ده مش حقيقي عشان أبويا صعب يموت، صعب كل اللي علموني وحسيت بيه معاه يموت. أنا مكسورة يا بابا، ارجع عشان تخليني كويسة، ارجع عشان أحكي لك على كل حاجة، ارجع عشان أحكي لك على اللي وجعوني وتجيب لي حقي منهم. هاتلي ظهر وسند غيرك، هاتلي حد يحبني زي ما انت كنت بتحبني، ويرجع لي احساسي بالامان اللي راح معاك ومش عارفه ازاي ممكن يرجع لي تاني. انا مش عارفه انا بكتب لك ليه، يمكن عشان خايفة أصدق إني بقيت لوحدي، ويمكن عشان بموت في جلدي عشان بفكر إن أنت كمان بقيت لوحدك. هتوحشني أوي. العزا لسه ما تحددش ميعاده، وما تقلقوش، الخير اللي كان بيتعمل هيفضل يتعمل، والبيت ده مش هيتقفل في وش اي حد زي ما زين العطار وصانا. ادعوا له ربنا يرحمه. الله يرحمه. انت رايح فين يا عبد الله؟ رايح اشوف اللي ورايا، ماليش في جو الحريم الحزينه اللي جوه ده. زكريا، عمك سليم عمل ايه؟ الحمد لله يا عمتي، لفقوله تهمه وهيخرج منها بسرعه ان شاء الله. طب تعال، انا عايزك في كلمتين. معلش يا عمتي، بعد اذنك بلاش كلمتين دلوقتي، انا راجع ومشاكل الدنيا كلها فوق راسي. لا يا حبيب عمتك، معلش عشان خاطري، خلي مشاكل الدنيا تزيد مشكله كمان. تحت امرك يا عمتي، قولي لي ايه مشاكلك؟ يعني كنت عايز اعرف، زين أخويا قبل ما يموت ما اتكلمش عن وصية، ما قالش حاجة عن ميراث، اكده يعني. ميراث ايه يا زينب؟ من امتى يعني العطارين بيفرقوا ورثهم؟ طول عمره كان في ايد زينة الله يرحمه، وبعد كده هيبقى في ايد الكبير من بعده. يا حبيبي يا أخوي، الله يرحمك يا زين، ما عشان مات وما قالناش مين الكبير، أنا بقول نوزع الميراث بينا وكل واحد ياخد نصيبه. بس زين الله يرحمه قبل ما يموت قعد معايا وقال ان زكريا هيبقى هو الكبير من بعده. لا والله يا حبيبتي يا رايقة انت، طبعا مين هيشهد للعروسة؟ خلي بالك من كلامك يا زينب، ما تقولي حاجة يا حاج صبري، انا عاملة حساب لوجودك برضه. عيب يا زينب الكلام ده دلوقتي، عيب عيب ما عيب الا العيب يا صبري. يا اخويا خليك انت نايم في العسل، مالك انت لحد ما يطبخوا الليله ونطلع احنا من المولد بلا حمص. قلت لك عيب. الموضوع ده هيخلص دلوك وهنتفقوا، وانت يا ست الهوانم يلي ساكنه في العلالي
حياة النبي يا شيخة، ما تقولي لي تاني تقولي ايه وما تقوليش ايه. هيخلص دلوقتي يا عمتي. اولا انا ما كنتش عايز ابقى كبير، حتى لما ابويا جابني بعد ما عمي شريف مات وقال لي ان انا هبقى كبير انا ما كنتش عايز، لان ده هم هم لو شلته انا عارف انه هيكسر ظهري. بس ما دام ابويا الله يرحمه كان شايف ان انا قد الهم ده، وبدام زين العطار ما بقاش موجود وكبرنا التاني عم سليم ما بقاش موجود، فما فاضلش غير ولاد زين العطار، وانا كبير ولاد زين العطار يعني كبير العيله، فاللي هقوله مفيش حاجه هتتعمل غيره. العيله دي ما تعرفش حاجه اسمها ورث، نصيبك هيوصل لك كل اول شهر وزياده كمان زي اي حد من العيله، وده اللي ابويا كان موصينا عليه قبل ما يموت. لا يا شيخ، هي وموصيك على ايه كمان؟ الكلام ده تضحك بيه على اخواتك ولا على الاهبل صبر اخويا ده، لكن انا لا. ما يصحش كده يا زينب. انت تسكت خالص عمتي. ها ما دام انت مش عامله احترام للراجل اللي لسه ميت ودمه لسه ما بردش، ولا عامله احترام لاهله اللي انت واقفه وسطيهم وفي بيتهم، فانا بشكرك انك جيتي. عم صبري لو سمحت خد عمتي واطلعوا على البلد، دوار العمده لازم يبقى مفتوح عشان ياخد عزا زين العطار. عندك حق يا ولدي، بينا يا جماعه على الدوار. لا زينب العطار ما تطردش يا ولد زين. انا ما طردتكيش يا عمتي، انا ما طردتكيش، انا بتكلم في الاصول، وبدل ما كنت تيجي وتتكلمي في ورث كان من باب اولى تيجي عشان تقري الفاتحه على روح اخوك اللي لسه ميت، ولا انت كنت بتتمني له الموت؟ انت اتجننت ولا ايه يا ولد؟ انا كنت عارف ان في ناس كتيره قوي طمعانه في فلوس زين العطار، لكن عمري ما كنت اتخيل ان اول حد يطمع فيه هي اخته. خلص الكلام. لا يا وزين، الكلام ما خلصش يا حبيبي، الكلام هيبتدي دلوقتي. عم سلامة، عم سلامة، أنا حسن. ادخل يا حسن، عايزك.